بالنسبه للجديد الفني ديالي كما كيعرف الجمهور المغربي انا كنت اعتزلت واحد الفتره زمنيه، مي دابا راجعه ان شاء الله. كاين الحلقات اللي دازو، كاين اللي مازال ما دازوش. عندي مشاركات في رمضان، عندي مشاركه في مسلسل الزعيمه من اخراج علاء كعبون، عندي فيه 7 حلقات دور شرطيه، كذلك في فيلم تلفزي تقشيره حتى هو لعب في دور ديال مروضه كلاب، وان شاء الله باقي المسلسل ديال الماضي لا يموت هو حتى هو مشاركه فيه. بالنسبة للفترة اللي كنت اعتزلت فيها كنت تفرقت العائلة ديالي والأسرة والحمالة والزواج وإيتو، كنت بعيدة من الدومين، مي دابا رجعت الحمد لله معاكم. لا حنا طلقنا، وحنا طلقت وأنا حاملة في يعني في البيريود كانت عندي 7 شهور وطلقت أنا وياه. ما كاين حتى شي سبب، تقادر الرزق كما كيقولوا، كنامنوا بواحد المقوله كتقول تقادر الرزق مع واحد الانسان، ما يمكنش ليا نبقى جابره نفسي عليه ولا هو ما يبقاش جابر نفسه عليا. يعني اتفقنا درنا طلاق اتفاقي فضلناه، يعني سي ميو بوغ نو دو. لا ماشي صعيب، الا كان تفاهم وكان ثقه علاش لا.